اليوم احنا في مؤتمر اسمه نساء يصنعن التغيير الاجتماعي. تم الاختيار مضامين مهمة وحيوية تخص النساء العربيات واليهوديات في الدولة. كل عام يستقطب العديد من عشرات النساء اليهوديات والعربيات، وبرأيي هذا مشروع سنوي هام اللي من خلاله نرسل رسالة للمجتمع العربي والإسرائيلي لأهمية إشراك المرأة في جميع مجالات الحياة. هو استمرار إلى مؤتمرات سابقة، إنما هذه السنة يعني يتمحور المؤتمر على 5 مواضيع جوهرية: تربية الجندرية، عن المساواة في الأجور، الإقصاء، عملية إقصاء النساء، فبهمنا أو المساواة بالأجور، فبهمنا جدا إنه يكون المؤتمر رافعة لهذه المواضيع. أنهار مسار وكل سنة بتفاجئنا وبتعمل عملية تشبيك بين الجنوب والشمال والمركز، وبتجمعنا كناشطات اجتماعيات، وإحنا هون كل سنة تقريبا نلتقي معها. كمان أنا بتعرف على صديقات جديدة، على ناشطات جداد، كمان بسمع كمان نشاطات جديدة، محاضرات جديدة، أفكار وآراء جديدة. فشكرا لها يعني إنه كل سنة، شكرا لجبعت حبيبة لكل سنة يعني إحنا بتجمعنا تحت سقف واحد اللي هو تطوير ومكانة المرأة. أنا مبسوطة اللي موجودة هون. عنوان النساء يصنعن التغيير، بس في الحقيقة النساء صنعن التغيير، يصنعن التغيير وسيصنعن التغيير. من خلال المركز عملنا الكثير من الدورات والفعاليات العربية اليهودية، وفي سنوات 2000 والتسعينات عملنا الكثير من الدورات للإخوان الفلسطينيين في عدة مجالات، خاصة مع نقابات العمال ومع التلفزيون الفلسطيني ومع حركة المزارعين. كل أي علاقة أو أي فعالية اللي بتقرب المواطنين الفلسطينيين مع اليهود إحنا بندعمها وبنعملها، لأن هذا هو الهدف الأساسي اللي إلنا. واللقاء اليوم هو تحت عنوان نساء يصنعن التغيير، بحضور مئات النساء الفلسطينيات العربيات واليهوديات، وكلهن أجوا من إطارات مختلفة، وكل واحد بيشرح عن بيت محاضرة عن النجاحات اللي عملوها في التغيير. באמת פנינו לכל הציבור הרחב, יש קהל יעד שבדרך כלל מגיע לכנס הזה, והמטרה שלנו שבסוף הכנס בעצם ייווצרו קבוצות עשייה בחמשת הנושאים האלה של תושבות, אזרחיות מדינת ישראל שאכפת להן ורוצות לקחת חלק בעבודה המשותפת איתנו עם הארגונים האזרחיים. ותודה לכם, תודה שהבאתם. אני עכשיו מקבלת המון אנרגיה, המון עשייה. אני עכשיו, אני אעבוד במשך שנה ללא הפסקה. תודה לכם ויום טוב.